السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على تاريخ صرف الدفعه الثالثه. رسميا خرج البلاغ ديال لجنه اليقظه وشنو خاصكم ديروا باش تستافدوا من هذه الدفعه الثالثه. اول حاجه كنطلب منكم انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد ديال القناه. اما بالنسبه للبلاغ هو هذا كيف ما كتشوفوا، تقدروا تدخلوا الموقع ديال الوزاره ديال وزارة المالية وتشوفوا بنفسكم. نخلي لكم ليان في ديسكريبسيون ولا في اول تعليق. كيف ما كتشوفوا هذا هو البلاغ، تنهي لجنة اليقظة الاقتصادية الى علم الاسر العاملة بالقطاع الغير المهيكل والتي فقدت مداخلها من جراء الحجر الصحي، ان اداء الدفعة الثالثة من الدعم سيتم وفق المساطر والشروط التالية. اول حاجة خاصكم ديروها باش تستافدوا من الدفعة الثالثة، انكم خاصكم تصيفطوا يقوم رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين، أي داك السيد اللي خدا رب الأسرة اللي خدا الدفعة الأولى والثانية، أنه خاصو يصيفط نمرة لاكارت ديالو ل 1212 كيف ما كتشوفوا، للدعم بإرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 1212 على رسالة نصية قصيرة. ويعتبر هذا الإرسال بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم، من جهة، ومن جهة أخرى أنه فقد مداخله خلال شهر يونيو 2020 من جراء الحجر الصحي. يعني أن هذا الميساج اللي كتصيفطو ديال نمرة لاكارت 1212 خاص يصيفطو السيد اللي استفد من رب الأسرة اللي استفد من الدفعة الأولى والثانية، كيتعتبر أنه تصريح بالشرف أن أنا اللي استفدت، وهما كيتأكدوا وان راه ما كانش خدام في شهر 6. ثاني حاجه انكم كتصيفطوا هذه الرساله نمره لاكارت 1212 من نفس نمره الهاتف اللي صيفطتو منها في الاول. يعني بالنسبه للناس ديال الرميد غيصيفطوا من النمره اللي صيفطوا ليها 1212، ولا الناس اللي ما عندهمش الرميد غيصيفطوا من النمره اللي كانوا دخلوا في الموقع تضامن. وغادي تفتح هذا سميتو انكم تبداو تصيفطوا من نهار 15/2020، نهار 15/7/2020 مع 8 الصباح حتى نهار الجمعة 17/7/2020 مع منتصف الليل، اي مع 12 الليل. وغادي تسحب الإعانات بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة من نهار 18 يوليو، يعني نهار السبت بنفس الطريقة. يعني غادي يصيفطوا لكم ميساج وشحال فيه الكود باش غادي تاخذوا. وخامس حاجة أن ستتولى المصالح المختصة إجراء عملية المراقبة ويترتب على الإدلاء بيان كاذب، متابعة قضائية واسترجاع المبالغ بدون وجهها. يعني الناس اللي غادي يكذبوا عليهم ولا شي حاجة وغيستافدوا راه غادي يتابعوهم قضائيا. هذا ما كان، نتمنى أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو تابوناو في لاشين وبارطاجيو الفيديو، راه غنخليه حتى في لاباج ديال الفيسبوك. دخلوا بارطاجيو باش الناس اللي ما عندهمش كونيكسيون ديال اليوتيوب يشوفوا حتى هما هذا الخبر. وراه ان شاء الله الدفعه الثالثه نهار 18 يعني نهار السبت تبدا. ما عليكم الا ديروا هذا الشيء اللي قلت لكم، وان شاء الله غادي تستافدوا كاملين من الدفعه الثالثه. تهلاو في راسكم.